لو كان عندنا كالتالي، يلا بدنا نستخدم الميموري سايز كلها 512 بايت، اللي اجى بعد ما اخذنا حضور الغياب باخر المحاضره يحكي لنا اسمه، بس اللي الميموري سايز كان 512 بايت. تفضل. انا هسه دخلت. طيب باخر المحاضره احكي لي اسمك بس، خلينا نكمل. الميموري سايز كان كله 512 بايت، اللوجيكال ادرس سبيس 128، والبيت سايز 32. طيب كم عدد البيتس اللي بنحتاجه لللوجيكال ادرس؟ كل البيتس لللوجيكال ادرس قديش؟ يلا يا شباب قديش؟ شو حكينا؟ 2 قوة ام، صح؟ بتساوي اللوجيكال ادرس اللي هي 128. انتبه معي، هذا راح يجي عليه اسئلة تقريبا مشابهة جدا للي بنحله هون بالفاينل. طيب هاي 2 قوة ام تساوي 128، قديش معناته عدد البيت؟ قديش عدد البيت يا شباب؟ 7، صح؟ كل اللوجيكال ادرس سبيس بده 7. حكينا كيف بتقسموا لجزئين، صح؟ بالبيجنج حكينا في عندنا البيج نمبر، صح؟ السبعة بيت هذول بتقسموا لجزئين، جزء للبيج نمبر وجزء لايش؟ للبيج اوفست، صح؟ اسمع منكم شباب، بديش احكي لها هذه اللي هون سميناها دي وهون سميناها ايش؟ بي، صح؟ حكينا اللوجيكال ادرس سبيس كله 2 قوة ام تساوي 28، ذن ام ايكوال 7، معناته قديش عدد البيت؟ 7 الجواب، تمام؟ هذول السبعة راح يتقسموا لكم جزء؟ جزئين، جزء للبيج نمبر وجزء للبيج اوفست. طيب قديش عدد البيت اللي بدنا اياهم للبيج اوفست؟ سامعين شباب ولا؟ سامعين دكتور. طيب قديش عدد البيت اللي بدنا اياه للبيج اوفست؟ من وين بنجيبها يا شباب؟ صح، حكينا البيت سايز من خلالها بنجيب البيت سايز. شو حكينا؟ 2 قوة ان تساوي كم؟ 32. 32، تمام؟ طيب هلا قديش عدد الان؟ 5. 5. هلا معناته كم كل اللوجيكال ادرس؟ 7 مقسم لجزئين، البيج اوفست قديش بده؟ معناته 5. البقيه اللي ظلوا قديش بيظلوا؟ 2، صح؟ للبيج نمبر معناته كم بيت بدنا؟ 2، 2 زائد 5 المجموع طلع عندنا قديش؟ 7، صح؟ طيب قديش عدد الفريمز بالفيزيكال بالميموري؟ قديش عدد الفريمز بالميموري يا شباب؟ يلا دكتور 5. من وين جبتيها 5 يا عم؟ لانه دكتور البيج هو نفسه الفريم ومن البيج سايز نفسه الفريم. البيج سايز قصدك، صح؟ البيج سايز هو نفسه الفريم. اوكي كملي. ليش طلع 5؟ 2 قوة ان بتساوي 32. لا ملاش دخل هلا شوي بنحكي فريم سايز ايكوال ايش حكينا؟ بيج سايز، صح؟ قديش بيساوي؟ 32، صح؟ طيب كل في الميموري عندنا قديش؟ 512، شيء الميموري سايز كلها 512، معناته قديش عدد الفريم راح يكون فيها؟ نقسم 512 على 32، صح؟ لما نحكي مثلا الميموري سايز حجمها 16 وكل فريم سايز حجمه 4، قديش عدد الفريم بيكون؟ 4. عدد الفريمز بنقسم 16 على 4، لو حكينا 32 والفريم سايز 4 قديش بيكون عدد الفريمز؟ 80، نفس الطريقة، صح؟ ال then the number of frames شو بيساوي؟ الميموري سايز، صح؟ على مقسوم على الفريم سايز، وبيساوي قديش؟ معناته عندنا 512 على 32 اللي هي 2 قوة 9 على 2 قوة 5، 2 بالصف 2 قوة 4، 16. واضح من وين اجت شباب؟ واضح لحد الآن؟
أي استفسار؟ واضح. أوكي. وجد لي الفيزيكال أدرس للبيج نمبر 3، هاي البيج تيبل. والأوفست كانت له 6. شو حكينا بنحول اللوجيكال للفيزيكال كيف؟ فيزيكال أدرس شو بيساوي حكينا شباب؟ دكتور اللي هو الفريم نمبر ضرب البيج سايز. أوكي. فريم نمبر كم لي يا ضرب البيج سايز ونجمع لهم الأوفست. نجمع لهم الأوفست، ممتاز. بلس الأوفست، صح؟ طيب. في معناته الفيزيكال أدرس عندنا حسب المعطيات اللي معطينا إياها، إحنا معطينا جاهز. إذا زي ما أنت شايف. شو بيساوي الفريم نمبر؟ قديش الفريم؟ عندنا الفريم نمبر؟ لا، معطينا البيج نمبر. هل بنستخدمه مباشرة؟ هل بنستخدم البيت 3 بنكتب مباشره ضرب البيت سايز 32 زائد 6؟ لا لا دكتور، لا. وين بنروح اول شيء؟ بنروح على البيج تيبل، صح؟ شو الدور البيج تيبل؟ بتحول لي كل بيج لاي فريم راح يكون بالفيزيكال، صح؟ معناته فرام بيج تيبل وي ماب بيج نمبر 3 into frame number. شو الفريم نمبر بدها تروح؟ 6. هاي من البيج تيبل، صح؟ هاي بيج نمبر 3 بتروح على فريم نمبر 6. هسا كل شيء جاهز عندنا. 6 ضرب 32 زائد الاوفست كم؟ 6، صح؟ واضح شباب؟ شو الجواب بيطلع عندنا؟ 198. 6 في 32 192 زائد 16 زائد 6 198. طيب لو اعطانا هاي المثال، اعطانا اللوجيكال ادرس بالباينري، اعطانا اياه بالباينري، هي اعطانا اياه 110010. قديش عددهم هون؟ 6 بت، صح؟ واضح. هون معطينا اياه كم بت؟ 6. احنا لازم يكون عندنا كم؟ 7 زي ما شفنا. شو بنعمل؟ شو حكينا بنعمل؟ شو حكينا بنعمل يا شباب حتى نحافظ على نفس الرقم؟ بنضيف صفر اقصى يسار. بضيف شمال على الشمال. صفر على الشمال اقصى اليسار بياثر؟ طبعا لا. هاي مثلا ال 110010، صح؟ ضفنا لها 0 بس. طيب هاي بالباينري، صح؟ طيب هي مقسمه لكم جزء؟ جزئين. البيج نمبر كم جزء راح ياخذ؟ هاي عاملينه بالاحمر 2 بت. 2 بتس لمين؟ للبيج نمبر. والبقيه الخمسه لمين بيروحوا؟ للبيج اوفست، صح؟ واضح لحد هون شباب؟ واضح يا شباب؟ واضح. طيب نكمل. هلا شو بنعمل؟ البيج فور بيج تيبل، هاي اول شيء بدنا نوجد قيمه البيج تيبل، صح؟ 00 هذول تبعات البيج تيبل، عفوا. شو بيساووا بالباي من الباينري للديسيمال؟ هاي 00، هاي اول شيء للبيج تيبل بضل 0. طيب ممتاز. هاي فور بيج تيبل فور بيج نمبر، عفوا. طيب بيج نمبر بيج 00 شو تكافئ بال 00 بالديسم بالباينري؟ شو تكافئ بالديسمال؟ زي ما حكينا 0. طبعا كيف بتحولها؟ اذا بتعرفش تحولها هسه بنعمل لك شير ونرجيك على الكالكوليتر. هاي نفسها تكافئ ايش؟ صفر بالديسمال، صح؟ واضح شباب؟ طيب بس نورجيك انت وين مع شوي. طبعا هاي عندك عندك طبعا الامتحان راح يكون انه بتقدر تستخدم، تختار ايش؟ بروجرامر. هيها هلا احنا بدك تختار اي شيء. احنا بالديسيمال بدنا اول شيء مثلا نحول من باينري للديسيمال. هاي الباينري حطينا 00 شو بتكافئ بالديسيمال؟ 0. حطينا مثلا زي هيك الباينري شو بكافئ بالديسيمال؟ مباشره بيعطيك اياه. هاي الرقم بالديسيمال شو بكافئ بالباينري؟ بيحول لك اياه. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب واضح. اوكي طيب نكمل. واضح عندكم ملف الورد شباب ولا لا؟ لا دكتور مش مبين الشير. لا هلا حكينا هاي 00، صح؟ طيب والب... وال
هاي حكينا الزيرو زيرو حولناها للبيتش نمبر. طيب معناته شو بنحكي فرام؟ هاي حكينا فور بيج نمبر كذا زيرو زيرو طلعت عنا. هلا شو بدنا نعمل؟ فرام بيج تيبل صح؟ وي ماب بيج نمبر زيرو لأي فريم بتروح بيج نمبر؟ انتو فريم نمبر أي فريم رح تروح بيج زيرو؟ سبعة حسب اللي معنا صح؟ انتو فريم نمبر سبعة. طيب هلا شو ضايل علينا نوجد؟ يلا يا شباب شو ضايل علينا نوجد؟ شو ضايل علينا نوجد؟ الأوفست قديش قيمته صح؟ اللي عندنا هون كان ايش؟ كان الأوفست 10011. بدنا نحوله من الباينري لايش؟ للديسيمال. هذا كم بكافئ بالديسيمال؟ 35 أكيد؟ 35 بالديسيمال. طيب كيف مثلا هاي اثنين قوة صفر اثنين قوة واحد اثنين قوة اثنين من قوة ثلاثة اثنين قوة اربعة لا بسويش 35 19 راح يكون لانه اثنين قوة صفر في اثنين قوة واحد هاي ثلاث اثنين قوة اثنين اثنين قوة ثلاث 19 اثنين قوة اربعة في 19. طيب هلا كل شيء عندنا صار جاهز شو بنعمل؟ بنوجد معادلة الفيزيكال ادرس كيف نعمل ماب من لوجيكال لفيزيكال اللي حكينا عنه صح؟ الفيزيكال ادرس شو بيساوي عندنا حكينا؟ الفريم نمبر ضرب البيت سايز ضرب البيت سايز زائد الاوفست صح؟ معناته الفيزيكال ادرس شو راح يساوي عندنا؟ شو الفريم نمبر وجدناه؟ سبعة صح؟ البيت سايز معطى معنا 32 زائد الاوفست 19. اوكي؟ واضح يا شباب؟ بيطلع عندنا 243 عفوا 243. طيب نفس الطريقة أعطانا رقم زي هيك بالباينر بدنا نحوله للفيزيكال ادرس شو مباشرة من عند قديش عدد البيت؟ 6 شو ناقصنا؟ 1 بيت حتى ليش؟ لأنه اللوجيكال ادرس من 7 بيت لازم يكون ضفنا صفر أقصى اليسار صح؟ بنعمل نفس الطريقة واضح يا شباب؟ طيب هلا بدنا نشوف نفس الطريقة راح نعمل بدنا نوجد أول شيء البيج نمبر زي ما حكينا بيج نمبر بدنا فور بيج نمبر اللي عندنا كانت عندنا نشوف شو بدنا نوجد قيمتها هون طلعت عندنا زيرو بالاول طيب هون نشوف شو عندنا قيمتها قديش عندنا واحد هي صفر واحد صح بنحول الصفر واحد الباينري للديسيمال شو عندنا قيمته واحد بالديسيمال واحد تمام طيب فور بيج نمبر 1 بتروح على اي فريم حسب البيج تيبل ثلاث نعمل ماب لبيج نمبر 1 لفريم نمبر 3 طيب للأوفست الأوفست شو حكينا عنا هاي الأوفست هاي للأوفست شو الأوفست الأوفست عنا هذول 1 1 0 1 0 صح 28 طيب هلا ال 1 1 هاي الأوفست شو تكافئ بالديسيمال 28 طيب هسا صار عنا كل شيء جاهز الفيزيكال ادرس زي ما حكينا الفيزيكال ادرس شو راح يساوي عندنا يا شباب الفريم نمبر ضرب البيت سايز زائد الاوفست الفريم نمبر قديش عندنا قيمته ثلاث تمام ضرب هاي الفيزيكال ضرب 32 زائد الاوفست بنضيف له ايش 28 96 28 22 اوكي 124 واضح اوكي طيب لو حكى لك حول لي اللوجيكال ادرس وجد لي الفيزيكال ادرس لللوجيكال ادرس 65 بالباين بالديسيمال اعطانا اياه اعطانا الرقم بال65 شو اول شيء بنحول ال65 من ديسيمال لباينري هاي تحويلته ومن عد كم بتطلعوا عنا اذا طلعوا اقل من 7 شو بعمل لانه اللوجيكال ادرس عندنا سبعة بضيف وين؟ زيرو اقصى اليسار صح؟ هاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة عددهم سبعة طلع في داعي اضيف اي صفر؟ لا واضح؟ طيب بنحكي
نفس الطريقة الأول 2 bits هاي 1 0 لإيش؟ للبيج نمبر. شو هاي تكافئ بالديسيمال؟ شو تكافئ يا شباب بالديسيمال؟ 2 ال 1 0 هاي ال 1 0 بالباينري شو تكافئ بالديسيمال؟ 2 هاي تكافئ 2. شو بنروح على البيج تيبل بيج نمبر 2 بتروح على اي فريم؟ على اي فريم واحد وي ماب بيج نمبر 2 انتو فريم نمبر 1. طيب الاوفست البقيه اللي شو قيمتهم هذول؟ كمان واحد صح للاوفست تاعي وال1 1 زيرو باستثناء اول اثنين شو قيمتها بالديسيمال؟ واحد. لو تحولها بتطلع عندك ايش؟ واحد. طيب هلا صار عندنا كل شيء جاهز. الفريم نمبر واحد ضرب 32 زائد الاوفست كان واحد الجواب 97 تمام؟ حل لي ثلاث بدور 33 ليش 97 33 عفوا ضربته بثلاث عفوا. طيب حل لي هاي المثال الثاني نفس الاول نفس فكره الاول بس نشوف يلا الميموري سايز قديش 2048 بايت واللوجيكال ادرس سبيس 512 بايت والبيت سايز 64 قديش عدد البيت لللوجيكال ادرس ايش عدد البت اللي بنحتاجها لللوجيكال ادرس؟ 9 دكتور اللي هو 2 قوة ام 2 قوة ام تساوي كم؟ 512 معناته قديش الام؟ 9 ممتاز واضح؟ طيب زي ما حكت زميلتكم 2 قوة ام تساوي 512 معناته الام بتساوي كم؟ 9. هذول التسعة راح يتقسموا لكم جزء؟ جزئين، جزء للبيج نمبر اللي سميناها بي اللي بتاخذ بي وجزء للبيج اوفست او الديسبليسمنت اللي سميناه اللي بتاخذ ايش؟ دي اللي رمزنا لها دي. طيب قديش عدد البيت للبيج اوفست اللي هم الدكتور 2 قوة ان بتساوي 64 ممتاز 2 قوة ان زي ما حكت زميلي تكون من خلال البيت سايز 2 قوة ان بتساوي 64 معناته الان قديش بتساوي 6 الان بتساوي 6 اوكي الان بتساوي 6 معناته هون اللي حكينا عنها بتاخذ عفوا هون حكينا عنها بتاخذ ان قديش قيمة الان؟ 6 وهون الام ماينس ان اللي صفوا كم عددهم؟ 3 هاي ام ماينس ان شو بيساوي؟ 3. طيب اوجد لي الفيزيكال ادرس للبيج نمبر 5 والاوفست 13 يلا يا شباب اعطاك اوجد الفيزيكال ادرس للبيج نمبر 5 هاي البيج تيبل والاوفست 513 كيف نعمل زي ما حكينا الفيزيكال ادرس فريم نمبر ضرب البيج سايز زائد الاوفست هل عندنا الفريم نمبر جاهز من وين تجيب الفريم نمبر يا شباب من البيج تيبل دكتور البيج تيبل مثلا بنحكي from page table we map page وحكي اي page بده نمبر 5 page نمبر 5 into frame نمبر ايش؟ page نمبر 5 بتروح على اي frame؟ 0 صح؟ هلا صار كل شيء جاهز frame نمبر 0 ضرب البيت سايز عندنا قديش 64
زائد الاوفسيت 13. الجواب شو بيطلع عنا؟ 13. تمام؟ طيب وجد لي الفيزيكال ادرس، اللوجيكال ادرس معطيك اياه بالباينري. كم عدد البت اللي معطيني اياهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. معناته لازم اضيف ايش اول شيء؟ صفر. ولازم 9 لازم يكون عندي، صح؟ صفر اقصى اليسار، هاي ضفناه. كم بت بده يروح للبيج نمبر هاي باللون الاحمر؟ هذول الثلاث، صح؟ والبقيه لمين؟ للاوفست. مباشره خلينا نحكي، هاي شو قيمتها؟ ثلاث، ثلاث بتروح على اي بيج؟ على اي فريم؟ سته، صح؟ واضح؟ في داعي نكتب انه هاي بيج نمبر 3 بدنا نعملها ماب لبيج نمبر 6 لفريم نمبر 6 من البيج تيبل. هلا زي ما حكينا فريم نمبر صار عندنا ايش؟ 6 في 64، الاوفست كم قيمتها؟ 43. 43 من وين اجت هاي؟ 2 قوة 0 هاي 1 زائد 2، صح؟ الجواب صار 3 زائد 8، ماشي؟ زائد 8 11 زائد 32 43، صح؟ واضح شباب؟ طيب اضرب لي بلا 6 في 64 زائد 13 زائد 43. مرة ثانية من وين اجى فريم نمبر 6؟ مش القيمة 3، هاي قيمة ايش؟ البيج نمبر، كون البيج نمبر 3 بتروح على اي فريم؟ 6. واضح؟ كم الجواب بيطلع بلا؟ 427. طيب نفس الطريقة لهون، هون اعطانا كم بيت؟ 2 4 6 7، قديش ناقص؟ ضفنا 2 زيروز، واضح؟ واضح؟ لأنه لازم يكونوا 9. هاي أي بيج؟ 1. بيج 1 بتروح على أي فريم؟ بيج 1 بتروح على أي فريم يا شباب؟ بيج 1 راح تروح على فريم رقم 3 في 64، بس ضايل علينا ايش؟ الاوفست. الاوفست قديش قيمته؟ 1 و2 3 و16 19 و64 38. واضح؟ بس حولنا الاوفست. بلا اضرب لنا اياهم. دكتور 275. 275 اوكي. بس نتاكد من الرقم الباينري ثواني بس. دكتور انت بتحل برقم 6 بتطلع كان مثلا 43 كمان نفس الشيء. 43 نفسها صح. نفسها. اوكي 43. نقص 40 بيطلع 235. اوكي. لو اعطانا 65 نفس الطريقة حولنا ال 65 للباينري، كم بت؟ ضايل ناقص عندنا 2 بتس 00، صح؟ شو بيطلع عندنا الجواب؟ فريم نمبر 1. بيج نمبر 1 بنحوله لاي فريم؟ 3 3 اوكي نفسه في 64، الاوفست عندنا قديش قيمته؟ 1. واضح شباب؟ طيب هاي عندنا 3 في 64 الاوفست قيمته 1، بيطلع الجواب 193. واضحه شباب؟ اي استفسار؟ واضح؟ نرجع نشوف السلايدات بعد اذنكم. طيب خدنا
هاي الباجنج اخذنا المثال. هلا بس ضل نشوف اليوم عندنا سلايدين حكينا كل بروسيس الى باج تيبل بيختلف عن الثاني وين بيحتفظوا بالباج تيبل بالمين ميموري واضح. طيب حتى نعمل امبلمنتيشن للباج تيبل في عندنا شغلتين لازم نعمل تو ريجسترز الباز تيبل باز ريجستر والباز تيبل لينث ريجستر. شو يعني الباج تيبل باز ريجستر وين بيأشر للباج تيبل والباج تيبل لينث ريجستر شو بيحكي لك بيعطيك السايز اوف ذا باج تيبل. طيب كم نطلع السايز للباج تيبل كيف بنطلع السايز للبيج تيبل كيف نعرف قديش السايز للبيج تيبل عدد البيجز كم بيج للبروسيس كان مثلا 6 في البيج سايز كان مثلا 4 قديش بيطلع البيج تيبل سايز 24 صح واضح شباب. طيب حتى نعمل امبلمنتيشن للبيج تيبل حكينا عندنا تو ريجستر البيج تيبل بيز ريجستر هذا بيأشر للبيج تيبل وين موجود البيج تيبل بالمين ميموري والبيج تيبل لينث ريجستر بيعطينا السايز للبيج تيبل. المشكله اللي صارت عندنا هون هاي السكيم كل مره بدنا نوصل للبيج تيبل وين موجوده حكينا بالمين ميموري صح كم ميموري اكسس بدنا على الاقل 2 ميموري اكسس واحده للبيج تيبل نفسها والثانيه لايش للبيانات او الداتا او الانستركشن اللي فيها صح واضح؟ واضح. طيب هاي الحالة كل ما بدنا نوصل بدنا لأي بيانات بالبيج تيبل شو بدنا؟ تو ميموري اكسسز، واحدة للبيج تيبل حتى نوصل لنفسها والثانية الموجودة بالمين ميموري زي ما حكينا، والثانية للديتا والانستركشن فيها، حتى يعملوا أسرع العملية يسرعوا العملية حكينا تو ميموري اكسس بروبلم كان بي سولفد باي ذا يوز اوف سبيشال فاست لوك اب هاردوير كاش هو هاردوير راح نشوف شو بنسميه اسوسييتيف ميموري او بسموه ترانزليشن لوك اسايد بفر تي ال بي او اسوسييتيف ميموري بدال ما نوصل كل ما نوصل للبيانات بدنا مرتين لا ممكن تكون اسرع العمليه من خلال ايش عملوا هاردوير اللي سميناه ايش ترانزليشن لوك اسايد بفر اور اسوسييتيف ميموري واضح. طيب كيف فكره عمله الاسوسييتيف ميموري بتعمل بارلل سيج صح حكينا البيج تيبل عندنا ايش بيج نمبر بتحول لك لايش للفريم نمبر شو بتعمل الادرس بحكي لك عندنا احنا جزئين بيج نمبر والاوفست صح اذا البيج نمبر موجوده بالاسوسييتيف ريجستر ناخذ الفريم بشكل مباشر بدون ما نروح لوين للميموري اذروايز من وين بنروح بنجيبه من البيج تيبل الموجوده من وين بالمين ميموري وضحت شباب الاسوسييتيف ميموري كيف بتصير العمليه بارلل يعني متوازي السيرج بشوف الادرس البيج نمبر اذا موجود بالاسوسييتيف ريجستر باخذ مباشره منه ايش الفريم نمبر الهدف من البيج نمبر انه نوصل لايش للفريم نمبر اذا مش موجود باسوأ الظروف وين بنرجع على البيج تيبل انتبه معي هاي زي ما حكينا شوف الرسم عندنا السي بي يو شو بنشئ لنا لوجيكال ادرس هذا اللوجيكال ادرس قسمناه لكم جزء جزئين جزء للبيج نمبر وجزء للبيج اوفست صح طيب حكينا حتى نعجل العمليه قبل ما يكون عندنا ترانزليشن لوك اسايد بفر كل مره البيج تيبل وين موجوده بالميموري كل ما بدي اوصل لاي بيانات شو لازم اعمل كم ميموري اكسس تو ميموري اكسسز واحده اني اوصل للبيج تيبل نفسها والثانيه اخذ المعلومات منها صح طيب هون صارت لا عندنا بيج نمبر وفريم نمبر بالتي ال بي اوكي اللي حكينا عنه هي موجود بالاسوسييتيف ريجستر مشان هيك سميناها اسوسييتيف ميموري اور ترانزليشن لوك اسايد بفر هاي بتمشي بشكل بارلل مشان العملية اذا البيج نمبر موجود لقيناه هون موجود ناخذ الايش الفريم نمبر بشكل مباشر شو بنسمي العمليه اذا وجدناه تي ال بي هيت يعني وجدناه وين بالترانزليشن لوك اسايد بفر او الاسوسييتيف ميموري تمام ومنضيف له طبعا الاوفست زي ما اخذنا بنوصل للفيزيكال ميموري اذا مش موجود وين بنرجع اذا مش موجود بالاسوسييتيف ريجستر وين بنرجع اذا مش موجود بالترانزليشن لوك اسايد بفر البيج نمبر وين برجع على البيج تيبل
اذا ما لقيناهوش بالترانسليشن لوك اسايد بفر شو بنسمي العمليه؟ تي ال بي مس، يعني مفقود مش موجود. بس برجع باخذ البيج نمبر بروح لاي فريم، بنحوله للفريم، بعدين بنضيف له الاوفست، بنوصل للهون. وضحت شباب؟ واضح يا شباب؟ واضح يا شباب. هلا المحاضره القادمه ان شاء الله بنكمل بالسيجمنتيشن، وان شاء الله وبعديها بنشوف اذا ضل معنا وقت بنبلش ان شاء الله بالديدلك. اي استفسار يا شباب؟ اي استفسار دكتور؟ هو بلسه كم شابتر ظل؟ ظاهر علينا شابتر الديدلك. ايوه اوكي، بنشوف ان شاء الله اذا ضل معنا وقت بنكمل فيه، واذا ما ضلش بنحط لكم الماتيريال وبنشوف. اي استفسار؟ واضح المفاهيم اليوم اللي اخذناهم؟ تفضل يا سوري. لو سمحت بدي اسال سؤالين. اول شيء انا دكتور فتت متاخره يعني على المحاضره وحبيت احكي لك. وثاني شغله دكتور، فيش عندنا كوزات؟ لانه ما اخذنا الا كوز واحد. اليوم تحط لكم وظيفه على السي بي يو سكادجولينج، والاسبوع القادم بتكون عندنا بس نخلص السيجمنتيشن كويز على البيجنج والسيجمنتيشن المين ميموري. تمام ان شاء الله يا دكتور، يعطيك العافيه. طيب اللي وصلوا المتاخرين اللي فاتوا على المحاضره بس يعطوني اسمائهم بعد ما عدينا الحضور الغياب. ايوه انا دكتور استراء مستريحي. اوكي يا سلام. والله الدكتور فواز الغزاوي. اوكي فواز، غيركم؟ ولا دكتور احمد العمري. غير العمري. ولا دكتور كريستين بدر. ايش كريستين؟ اوكي كريستين، غيركم؟ طيب ان شاء الله اليوم بنحط الوظيفه شباب على الاي ليرنينج، بتحملوا مباشره عليها، والاسبوع القادم ان شاء الله يوم الاحد بنكمل بالسيجمنتيشن. اي استفسار يا شباب؟ اي استفسار؟ طيب يعطيكم الف عافيه شباب، يعطيكم الف عافيه.